الحمد لله وصلنا بالسلامة إلى تسيتسيكاما، The Garden of the Garden Route، حديقة طريق الحدائق. داخلين الآن إلى مكان هتشوفوه بعد شوي. ما حتكلم. انتبه راسك. هذه يسموها الفلاينج فوكس او الزيب لاين، تطلع من هنا all the way لغاية نص الجسر. مشينا هذه المسافة، شوفوا ايش اللي تحتنا، 216 متر. النهر تحتنا، السيارات فوقنا، المسافة جدا عالية. يا بندي ما في مطر، ولا وقت المطر يكون النهر أقوى من كذا، أكبر من كذا. هذا موقع أعلى نطة بنجي جمب في العالم، 216 متر، هذا اللي حطنط الآن. الشاي بعد بينزل. جابوا زي خروف كيف مربى. ربطه كويس لا يشرد. مغامرة قادمة مع الشلالات. يلا مع السلامة. Okay, when you go, I can follow you. Good. Okay, you can go down. Yeah. So while I'm holding, it's recording, right? Yes. Okay. Slow down. Perfect landing. Slow. Give me a hand. Here? No? Yeah, you can go.
هذا الشلال اللي دوّنا عبرنا من فوقه. هنطلع الحين فوق شوية هايكينج بعدين بريك. هذا أصعب من الدرج حقة الفندق حقنا اللي كان هو. شو طلع كفس. هذا الشلال يقول لك في الأماكن أيام المطر يصير من فوق الدرج ده. بس اليوم الشلال ضعيف عشان من زمان ما تيجي مطر في الجهة دي. عدينا احنا عدينا من 3 شلالات واحنا نازلين. واحد والثاني والثالث مو باين دحين هنا. الطلعة كيف؟ يا الهي فهمت. كيف منصور؟ صراحة ممتعة، اللي ما قد طلعها يجربها وما حيخسر. جميلة جدا، طبيعة وشلالات ومغامرة. شيء رائع. يقول لك لما تكون جالس وتقوم انت براسك. زحلقة السلك يا جماعة مقدور عليها، الارتفاع مقدور عليه، لكن المشي والله حرام كثير. نسيت اقول لكم، محل ما شفنا البنجي جمب ومشينا في الجسر كان على ارتفاع 216 متر وهي اعلى نط. المكان حلو، فيه حتى لو اطفال معاكم يقدروا يجلسوا مع احد كبير ولا شيء يلعبوا هنا، على بال ما انتم تسووا المغامره حقتكم. طريق للفندق في وسط الغابه. ومن غابات ستسكاما بياخذوا الخشب لصناعه الاثاث وما الى ذلك. وصلنا فندق تيتسكاما، هذا مدخل الشاليه حقنا، الممشى هذا كله تبعنا، غابتنا، مسبحنا، شوايتنا. وعلى فكرة يجيبوا لك اللحمة اللي تبغاها وكل شيء والسلطات والرز والبطاطس وكل حاجة، انت بس اشوي. هي ندخل هنا الغرفة الرئيسية، صالتها، دفايتها، وهذه الغرفة. هذه الغرفة حمامها الله يعزكم. هذا كله حمام حق الغرفة الرئيسية. بعدين نطلع من هنا من الغرفة الرئيسية إلى غرفة الطعام والمطبخ. طبعا الغرفة الرئيسية هذا المنظر حقها الفيو، والمطبخ صالة الطعام نفس المنظر، والمسبح حقه. بعدين الغرفة الثانية نفس الحكاية، لها صالة، هذا الفيو حقها، وهذه الغرفة، وهذا الله يكرمكم حمامها. مروشين كذلك، فاير بليس او دفايه بالحطب، ودفايه عاديه اللي يبغى كذا ولا كذا. حتى هناك في دفايه بالحطب. انواع القهوه والشاهي والشابوره، هذا عادي. بعدين ورده حلوه كذا وحلاوه، مكتوب عليها حلال. حاطين رساله لي انا، كاتبين دير لشكر جروب مدري ايش مدري ايش. بعدين اقرا الرساله، يكون في كلام خاص. عشان اليوم ان شاء الله حيكون في مطعم الفندق على المنظر الرهيب هذا ورائحة اشجار الغابة الرهيبة. هذه الشوربة وهذه السلطة بلحم الغزال. سبحان الله، فجأة هجم ضباب من تحت من البحر طلع علينا.
أدري واضح الضباب ولا لا. هو قاعد يطلع قاعد يمشي الضباب. سبحان الله غريب جدا، عمري ما شفت الضباب كذا، مرة غريب. سبحان الله. طيب هذا تشيكن كاري على الطريقة الجنوب أفريقية، جاي معاه الشيء ده. إن شاء الله خير. صباح الخير. تسيتسيكاما غير، هذا المنظر من تسيتسيكاما. أصبحنا وأصبح الملك لله. السناب الجاي يا جماعة ما حتكلم، بس أسمع صوت الطبيعة. صباح القهوة الفرنسية. طيب يا جماعة، فرصة نتكلم شوية عن المميزات وعيوب الأماكن اللي رحناها. منطقة ويلدرنس ونايزنا زمان كانت ما فيها انترنت، أو الانترنت فيها ضعيف جدا. الآن اختلفت الصورة تماما، الآن صار فيه واي فاي مجاني في يغطي منطقة ويلدرنس ونايزنا كاملة، 250 ميجا بايت يوميا لكل مستخدم. احنا سكننا في ويلدرنس في فندق اسمه The Boardwalk Lodge. اقول لكم الان مميزاته وعيوبه. ميزة المنظر او الفيو من الفندق اللي كنا فيه انك تشوف المدينة كاملة وتشوف البحر والنهر، وحتى في الليل تشوف اضواء المدينة. يعني ما يصير عندك الرؤية في الليل، ما عندك ولا حاجة بس ظلام. هذه واحدة من الميزات. عيب الفندق هذا انه وقت الحر ما فيش مكيف في الغرفة ولا في حتى مراوح. اذا فتحت الشباك او البلكونة يجيك هوا حلو، ولكن المشكلة انك انت جالس عند الطبيعة واحتمالية الحشرات ودخولها كبيرة. الحل طبعا انك انت ممكن تفتح الشباك او البلكونة طول النهار، ما فيش اي حشرات حتدخل لك، هي المشكلة في الليل. او انك تجيب لك مروحة تشتريها من اي سوبر ماركت، او ممكن تجيب حتى الاقراص حقة الناموس هذه، او السائل حق الناموس. العيب الثاني هو كثرة الدرج، ولكن هذه مقدور عليها اذا انت اخترت غرفة يعني نازلة ما هي من الادوار العالية. طيب الفنادق الثانية اللي هي على البحر مباشرة برضو لها ميزات وعيوب، وهي كالتالي. الميزة في النهار المنظر جميل جدا قدام البحر مباشرة، والموج المتلاطم حاجة ترد الروح. كذلك تقدر تنزل مباشرة إلى البيتش من غرفتك، ولكن أنا ما أنصح بالسكن في هذه الفنادق إلا في فصل الشتاء، لأنه غير كده بتصير حر ورطوبة وجو مو حلو. العيب الثاني في الفنادق اللي على البحر مباشرة انه في الليل ما تشوف ولا شيء، بس تسمع صوت موج عالي عالي عالي. بالنسبة للفندق اللي احنا فيه في تسيتسيكاما كذلك له مميزات وعيوب زي اي شيء اخر. اولا اسم الفندق The Fernery Lodge and Chalets، فندق 4 نجوم. أحلى حاجة فيه أنك أنت في الطبيعة في الغابة، حتى رجل الأشجار طالع من أرضية البلكونة. لكن الميزة العيبية أو العيب الميزي هو أنك أنت منعزل تماما عن الخارج، يعني لا شبكة جوال، لا واي فاي، لا اتصال. عندك واي فاي ضعيف جدا عند الريسبشن فقط. طبعا هذه ميزة للاستجمام والاسترخاء والبعد عن جميع منغصات الحياة، ولكنها عيب للناس اللي لازم يتواصلوا بطريقة يومية
مع أعمالهم أو أهلهم وهكذا. الأنشطة في الفندق كثيرة جدا، يعني ما يحتاج أصلا أنك أنت تخرج من الفندق، ممكن تجلس فيه يومين ثلاثة أربعة وأنت ما أنت طفشان. فطورنا اليوم مع شاهي وحبك من السعودية، والجو الجميل، قهوة ومافن تو طالع من الفرن، والماء والخضرة والوجه الحسن. اليوم احنا في تسيتسيكاما ناشونال بارك، دوبنا داخلين. هذه عند المواقف والشاليهات في تسيتسيكاما ناشونال بارك، وهذا منصور. مطعم وكافيه على البحر.